الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الدورة المباركة، دورة فقه المناسك، كنا تكلمنا بالأمس عن أدلة مشروعية الحج والعمرة وحكم ذلك ومكانة الحج وفضله، وتكلمنا أيضا عن مواقيت الحج المكانية والزمانية، وعن صفة الإحرام ومحظورات الإحرام. ثم بعد هذا عقد المؤلف ابن قدامة رحمه الله بابا قال فيه: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. أعلى مكة هو جهة الشمال الشرقي، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للحج دخل مكة من الثنية العليا والتي تسمى الآن بريع الحجون. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. فالثنية العليا هي المسمات بالحجون، وهي على طريق القادم من المدينة، فمن كان طريقه من هذه الناحية فالأفضل أن يأتي من هناك، ومن كان طريقه من جهة أخرى فما تيسر له. والخروج من مكة، الخروج من الثنية السفلى وهي المسمات بريع الرسام، والآن دخلت ضمن مشروع توسعة خادم الحرمين للحرم، خرج جزءا منه، وهي من جهة باب العمرة، وهذا للذي سيذهب للمدينة، وأما الذي يذهب إلى الجنوب أو الشرق فيذهب من طريقه وما تيسر له. قال المؤلف رحمه الله: يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل منه. باب بني شيبة قريب من مقام إبراهيم، لأن الحرم كان حجمه صغير، وكان مبنى الحرم صغير، يعني بعد مقام إبراهيم بأمتار قليلة ينتهي الحرم، فكان باب بني شيبة على يمين مقام إبراهيم إلى الخلف قليلا بنحو 10 أمتار ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الثنية العليا دخل مع باب بني شيبة، لأنه هو أيسر الأبواب وأقربها له، فدخل معه. وهذا سنة في حق من كان طريقه من هذه الناحية يوم أن كان موجودا. والإنسان يدخل من أي باب من أبواب الحرم، والمقصود هو الدخول للحرم وعمل المناسك فيه.
يقول المؤلف رحمه الله: إذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. روى ابن أبي شيبة رفع اليدين عن ابن عباس موقوفا عليه، وورد رفعها في أكثر من موضع، لكن هنا الإنسان إذا رأى البيت أول ما يراه فإنه يحمد الله تعالى ويرفع يديه شكرا لله ويكبر الله تبارك وتعالى ويحمده على أن يسر له الوصول إلى هذا المكان، ويدعو بما أحب في ذلك. ثم يتجه الإنسان للمطاف، إذا وصل إلى المطاف يبتدئ الطواف، طواف العمرة إن كان متمتعا أو كان معتمرا في غير موسم الحج، ويبدأ طواف القدوم إن كان قارنا أو كان مفردا، فيضطبع. والاضطباع معناه أن يجعل وسط ردائه في إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، هذا هو الاضطباع. أكرر، الاضطباع يكون قبل البدء في الطواف، أول ما يصل الإنسان إلى مكة في طواف العمرة أو طواف القدوم. طواف العمرة للمتمتع والمعتمر في غير المواسم، وطواف القدوم للقارن والمفرد، وهو أن يجعل رداءه الذي كان على كتفيه يجعل وسط الرداء في إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. وهذا سنة في هذا الطواف خاصة، لا يسن للإنسان أن يضطبع في الميقات. والمشاهد والملاحظ أن كثيرا من الناس عندما يلبس الإحرام يلبسه مضطبعا، وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم غطى كتفيه جميعا ولم يضطبع إلا عندما وصل إلى الكعبة وأراد أن يبدأ الطواف، فقام واضطبع. والملاحظ أيضا أن الناس يستمرون في الاضطباع حتى في المسعى وفي عرفة وفي مزدلفة ونحو ذلك، وهذا كله خلاف السنة. الإنسان عندما يضطبع يستقبل الحجر الأسود، وإن تيسر له تقبيله قبله أو استلمه إن لم يتيسر، وإن لم يتيسر له ذلك فيشير إليه ويكبر. يستقبله ويرفع يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ طوافه بعون الله، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا سنة في حق الرجال،
وليس سنة في حق النساء. إذا كان المكان مزدحماً فإنه يرمل بحيث لا يشق على من حوله ولا يؤذيهم، وإن كان لا يستطيع أن يرمل ويجد مكاناً بعيداً يرمل فيه فالأفضل في حقه أن يكون على الطرف ويرمل، أفضل من تركه للرمل وهو قريب من الكعبة. هذه السنة يلاحظ أن كثيرا من الناس يغفل عنها، حتى صرنا نرى من يستغرب حركة الرمل. وسبب هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء في السنة السابعة جلس المشركون جهة الميزاب، أي في الجهة الشمالية، وصاروا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا إن هؤلاء مرضى لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت لأن حمى يثرب قد أنهكتهم، فهم ضعاف ويشق عليهم الطواف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرمل. فلما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم يتقافزون بهذه الطريقة الغريبة العجيبة، قالوا هؤلاء أشداء، وهؤلاء لم تؤثر فيهم أمراض يثرب، فأصيبوا بالخوف منهم والرعب. وهذا مقصد شرعي، إظهار الجلد وإظهار القوة أمام الأعداء، وهذا نوع من الإعلام والحرب النفسية للأعداء. فاستغلال وسائل إرهاب العدو وإخافته أمر مطلوب من المسلمين، حتى أنه لا يحتقرهم ويذلهم. وصارت بهذا سنة لكل إنسان يأتي محرما بحج أو بعمرة، أول طواف يعمله طواف العمرة أو طواف القدوم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وترتب على هذا أن المشركين تغيرت نظرتهم لهؤلاء القوم، وصاروا يحسبون لهم حسابا ويهابوهم. الإنسان عندما يطوف بالبيت يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون على طهارة، الطهارة بجميع أنواعها، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث بأن لا يكون عليه حدث أكبر أو أصغر،
فلا يكون عليه جنابة ولا المرأة تكون حائض أو نفسا، ولا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون على وضوء، فلو انتقض وضوءه لم يصح طوافه. ولو أن المرأة جاءتها الدورة أثناء الطواف لم يصح طوافها. ولهذا لما أن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها الدورة قبل وصولها إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبعد انتهاء الحج لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فانفروا. فطواف الإفاضة ركن ولا بد أن يأتي به الحاج، فإذا أن المرأة جاءتها الدورة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، وليس لها أن تطوف عليها الدورة. وأما طواف الوداع فيسقط عنها. ولهذا لما قيل له إنها قد أفاضت قال: إذن فانفروا، أي لا حرج، ما فيه مانع ولا عائق يعيق من السفر. الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يكون بدنه طاهرا، فلو أن إنسانا طاف وفي بدنه نجاسة، على فخذه نجاسة، أو وطئ نجاسة في المطاف، فلا بد أن يغسلها، يغسل ما علق بجسمه من النجاسة. وكذلك لا بد أن يغسل المكان المتنجس الذي يطاف عليه. لهذا تلاحظون أنه مجند فرق لتنظيف ما قد يقع من نجاسة أثناء الطواف مرابطة 24 ساعة في نواحي المطاف لمثل هذا، مع التنظيف المستمر عدة مرات لكامل المطاف. والأمر الثالث هو أن ملابس الإنسان لابد أن تكون طاهرة، فلو كان إحرامك، ثيابك فيها نجاسة فلا يصح طوافك. وهنا يسأل بعضكم ويقول: لو أن امرأة تحمل طفلها وعليه حفاظة ثم تنجس وهي تطوف، نقول: إذا علمت أن النجاسة وقعت منه وهي تطوف به فهي حاملة للنجاسة وطوافها غير صحيح، وإذا لم تعلم بذلك فطوافها صحيح. المسألة الأخرى هي أنه يشترط في الطواف ستر العورة، وستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة مع أحد العاتقين، والمرأة كلها عورة إلا الوجه. فلو أن إنساناً يطوف وسرته مكشوفة فطوافه غير صحيح، أو ركبته مكشوفة فطوافه غير صحيح. وهذه مسائل يغفل عنها كثير من إخواننا، يربط الإزار أسفل من السرة
ويرفع الرداء بحيث يجعله لفافة على رقبته، فتكون أسفل بطنه مكشوف، وهذا من العورة، فمثل هذا الطواف غير صحيح. المسألة الثالثة هي أن الإنسان لا بد أن يطوف بالكعبة كلها، فلو أن إنساناً طاف ولما وصل إلى باب الحجر دخل معه ثم خرج مع الباب الآخر، فهذا لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعضها، لأن سبعة أذرع من الحجر من الكعبة اختزلته قريش عندما قصرت بها النفقة أن تجد مالاً حلالاً تبنى به الكعبة، فبنتها بحجمها الحاضر. والكعبة تزيد عن حجمها بسبعة أذرع من جهة الحجر، فالذي دخل مع باب الحجر وخرج مع الباب الآخر لم يطف بالكعبة كلها وطوافه غير صحيح. المسألة الأخرى هي أنه أو الرابعة هي أنه لا بد أن يكون الإنسان طائفا بالكعبة كلها ومنها الشاذروان. ما هو الشاذروان؟ الشاذروان هو البلاط الملاصق لبناء الكعبة الذي تربط به الستارة، هذا من الكعبة، وبعض الناس يمشي عليه ويتعلق بأستار الكعبة ويمشي عليه، هذا طواف غير صحيح لأنه لم يطف بالكعبة وإنما ترك شيئا منها وطاف داخلها. وهذا يقع كثيرا من الإخوان بين الركنين، يحرص على أن يقبل الحجر الأسود فيزاحم الناس ويصعد ويمشي على العرى التي ربطت بها الستارة حتى يصل إلى الحجر الأسود، فهذا طوافه لم يصح لأنه ترك شيئا من الطواف خارج الكعبة. الطواف بالكعبة لا بد أن تجعلها على يسارك، فلو أن إنساناً جعلها على يمينه وصار يقابل الناس لم يصح طوافه، أو لو أن امرأة أحرمت لصبيها وحملته على صدرها فصار وجهه مقابلاً لوجهها وصدره ملاصق لصدرها فهذا طاف على قفاه، فطوافه غير صحيح. وهذا أيضا يقع من كثير من الناس الذين يرشدون الحجاج ويعلمهم المناسك والدعاء أحيانا، يجعل وجهه إلى الناس ويرجع على قفاه وهو يلقنهم الدعاء. ما حكم طوافه؟ طوافه غير صحيح. لماذا؟ لأنه جعل الكعبة عن يمينه ولم يجعلها عن يساره، وهذه يغلط فيها كثير من الذين يعلمون الناس الحج وهم يقعون في الخطأ، فهو التفت ليعلمهم لكنه ضيع نفسه ولم يعلمها. فهذه المسائل المتعلقة بالطواف لا بد من مراعاتها والانتباه لها. الطواف بالكعبة يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ولا بد أن يكون سبعة أشواط، الثلاثة الأولى في طواف العمرة والقدوم
يرمل فيها. إذا كان المعتمر آفاقياً، والآفاقي هو القادم من خارج مكة، وعلى هذا فلا بد أن يؤدي الإنسان الطواف تاماً، فمن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود دورة كاملة تعتبر شوطاً واحداً. يشرع للإنسان في هذا الطواف أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يستطع استلمه، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر. ويشرع للإنسان وهو يطوف أن يستلم الركن اليماني وليس فيه تقبيل، إذا استلمه يكبر، وإذا لم يستلمه فلا تكبير ولا إشارة. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من إخواننا، فإذا لم تستلم الركن اليماني لا تكبر ولا تشير، وإنما تستمر في طريقك. ويشرع للإنسان بين الركنين أن يدعو بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء كما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم في كل شوط من الأشواط السبعة، ويكرره إذا طال قطعه لهذه المسافة. وإذا انتهى الإنسان من الشوط السابع فإنه ينصرف ويتجه إلى مقام إبراهيم، ومع الزحام يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين، يتلو إن تيسر له واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان لهما مناسبة في هذا المكان، ذلكم أن المشركين كانوا يطوفون بالكعبة ويدعونها ويقولون يا كعبة الله، ويدعون الأصنام المحيطة بها، حيث جعلوا حول الكعبة 360 صنم ويدعون أصنامهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاج وهو معتمر في عام الحديبية في السنة التي بعدها وهي السابعة تسمى عمرة القضاء، تلا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكبر وقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وقرأ بعدها بقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. انتبهوا يا كفار مكة بأننا لسنا على منهجكم، وإن أتينا للكعبة وطفنا بها لكن طوافنا غير طوافكم. فأتى باللاءات الأربع، قل يا أيها الكافرون لا 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 لا،
لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون اللات والعزى ومنات، وتعبدون الكعبة وتعبدون غيرها من الأصنام، ونحن لا نعبدها، كل هذه لا نعبدها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا أعبد الله مخلصا له الدين، وأنتم على كفركم لا تعبدون الله وحده، وإنما قد تعبدون الله وتعبدون معه آلهة أخرى، وحينئذ فأنا لي دين هو التوحيد، وأنتم لكم دين وهو الشرك، إذن لا نلتقي، ليس فيه لقاء بين الإسلام والكفر، ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً كافراً، ولا يكون يهودياً مسلماً، ولا نصرانياً مسلماً، ولا مشركاً مسلماً، إما مسلم وإما غير مسلم، إما أن يكون الإنسان مؤمناً وإما أن يكون كافراً، ليس هناك وسيلة للجمع بينهما. وفي الركعة الثانية جاء بالتوحيد الخالص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، هذا هو التوحيد، الله أحد، فالذي نعبده هو الله، والله جل وعلا هو المتفرد بالوحدانية، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا هو، لا نعبد مع الله غيره، مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله الصمد، وهو الذي يقصد في المضائق وعند الحاجات وفي الملمات وفي الضوائق، لم يلد فليس له أولاد، ولم يولد ليس له أب ولا أم، ولم يكن له كفوا أحد، فلا نظير ولا مثيل ولا ند له. وهذا رد على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنت الله، وعلى اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وعلى النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله. فنحن أدينا هذه العبادة وأتينا من بلادنا وطفنا بالبيت سبعة أشواط، ونحن لا نريد إلا عبادة الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا خلاف ما عليه سائر أنواع الكفر، فإلهنا متفرد بالألوهية ومتفرد بالربوبية ومتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ليس له مساو في أسمائه وصفاته، ولا مساو له في ذاته وأفعاله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو المصيبة التي حلت بالمشركين، وهذا هو الطامة الكبرى التي جعلتهم يزداد غيظهم وحقدهم على الإسلام وأهله في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. فأنت عندما تطوف بالبيت لست تعبد الكعبة، وإنما تعبد ربها. ولهذا قال الله تعالى لقريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ها ماذا؟ رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة للرب جل جلاله وليست للكعبة.
ولهذا أنت عندما تقبل الحجر الأسود لا تعبده، وإنما تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فلأن محمداً صلى الله عليه وسلم شرع لنا تقبيل الحجر الأسود وجعل هذا عملاً يثاب عليه المسلم، تعمله أنت لأجل هذا، لا لأجل أن تأخذ شيئاً من الحجر الأسود أو أن الحجر الأسود يعطيك شيئاً، لا. ولهذا العابد الفقيه الصحابي الجليل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أمام الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود حباً لهذه العبادة، اقتداءً برسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع وهو المعلم وهو الذي عرفنا هذا، فنقتدي به في هذا ولا نزيد على ذلك. ولهذا لا يشرع لك أن تأتي بملابسك أو سجادتك أو سبحتك أو غيرها وتمسحها كأنك تريد أن تأخذ من الحجر شيئاً، لا. السنة أن تقبله وتسجد عليه وتدعو، هذا هو العمل المشروع. كذلك بالنسبة للركن اليماني، يشرع للإنسان أن يستلمه بيمينه، بمعنى يضع يده على الحجر، هذا هو الاستلام. فتضع يدك على الحجر تستلمه استلاماً وتطلقه، هذا هو السنة. وأنت تستلم تقول بسم الله الله أكبر وتكتفي بهذا وتنصرف. وتقبيل الحجر واستلام الركن ورد أنها تحط الذنوب حطا، أي أن استيلاء التعبد لله بهذه الكيفية يكون سبباً في محو ذنوبك من ربك جل وعلا. فالذي يمحو ذنوبك هو الله وليس هو الحجر وليس هو الركن. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يعتقد بأن عباداته هنا هي عبادات لله، وليست عبادة لا للكعبة ولا للحجر الأسود ولا للركن اليماني. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من إخواننا هداهم الله وفتح عليهم، أنه يتعلق بأستار الكعبة ويظن أنه بهذا يحصل شيئاً، وهذا العمل لا أصل له. الذي يشرع استلام الذي يشرع التصاق به من الكعبة هو الملتزم. الملتزم ما هو؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، مسافة مترين. يشرع للإنسان بعد أن يطوف طواف الوداع أن يلصق صدره وخده وذراعيه ويدعو. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، والدعاء في كل مكان من هذا البيت محل مظنة الإجابة الدعاء، فيحرص الإنسان على تحصيل هذا الخير. وأما التعلق بأستار الكعبة في جميع جهاتها واعتقاد أن هذا من الأعمال المشروعة فهو غير صحيح. كما أن ما يجرؤ عليه بعض الجهال من محاولة أخذ شيء من آثار الكعبة أو من سترتها أو ما يشبه ذلك، هذا نوع من الجهل وليس له أصل في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل بعضكم ويقول: هل للإنسان أن يستلم الركن والحجر في كل شوط من أشواط الطواف؟ نقول: إذا تيسر له ذلك فهذا أمر حسن، لكن إذا لم يتيسر له
فإنه لا يعمل هذا. وأما في مثل أيام الموسم مثل هذا الزحام الشديد، فبعض الناس يعرض نفسه للضرر ويضر غيره من أجل أن يحصل تقبيل الحجر أو استلامه. ونقول إن تعريضه نفسه للخطر أمر محرم، وتقبيل الحجر مستحب. والمسألة الثانية، إلحاقه الضرر بغيره محرم، وتقبيله للحجر مستحب. فلا يجوز للإنسان أن يؤدي عملا مستحبا يترتب عليه عمل محرم، فكونه يترك هذا المستحب لتلافي ارتكاب المحرم أفضل له، لأن ارتكاب المحرم معصية يلحقه الإثم، وتركه لتقبيل الحجر ليس معصية ولا يلحقه إثم لأنه ليس واجبا. فينبغي للإنسان أن يترك تقبيل الحجر الأسود عند الزحام حفاظا على نفسه من الضرر، وحفاظا على غيره من أن يصدر منه ضرر عليهم، ويكون بهذا له الأجر تاما إن شاء الله. يشرع للإنسان بعد أن ينتهي من الطواف، وصلاة الركعتين أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منه ليخفف عنه ما لحقه من إجهاد في الطواف، واستعدادا لما هو مقبل عليه من عبادة السعي. وماء زمزم لما شرب له، فيشرب الإنسان من ماء زمزم ثم يتجه إلى الصفا. المؤلف رحمه الله ذكر ما يعرفه في زمنه عندما قال يخرج إلى الصفا من بابه. الحرم كان حجمه صغير، وكانت بين الحرم والمسعى بيوت وأسواق تجارية وأحياء، فيقول إنه يخرج إلى الصفا من الباب الصفا، يعني الباب الذي جهة الصفا، ومكانه قريب مما يوازي الحجر الأسود، فكان هذا هو الباب، ويخرج الناس منه ويمرون بالأسواق التجارية ثم يصلون إلى الصفا. خلاف الآن، الصفا جزء من الحرم، والمسعى كله جزء من الحرم. المقصود هو أن الإنسان يذهب إلى الصفا بعد انتهائه من الطواف وأدائه لصلاة هذه السنة، سنة الطواف، وهي الركعتان. يتجه إلى الصفا ولا يتجه للمروة، وإنما يبدأ من الصفا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الصفا وبدأ يرقى على جبل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم استقبل القبلة وهو على الصفا ورفع يديه هكذا، وصار يدعو ويحمد الله ويثني عليه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. ثم كبر
ثم اتجه منحدرا مع المسعى. كان المسعى سوق تجاري، الدكاكين عن يمين وشمال، والباعة في وسط المسعى، فيتجه من الصفا إلى المروة، فإذا وصل بطن الوادي يسرع قدر ما يستطيع. بطن الوادي وضع عليه الآن لمبات خضر من بداية الوادي إلى نهايته، موضوع عليه علامة خضراء، لمبات خضراء. هذا المكان يسعى فيه الإنسان بقدر ما يستطيع من الجري الشديد، وليس الرمل مثل ما هو في المطاف. المطاف يرمل، وأما المسعى فإنه يسعى، ويسعى سعيا حثيثا. إذا وصل إلى نهاية الوادي يمشي بقية المسعى إلى أن يصل إلى المروة، وفي أثناء سعيه ومشيه يدعو الله تعالى بما أحب، ليس هناك دعاء خاص، إلى أن يصل إلى المروة. فإذا وصل إليها استقبل القبلة ورفع يديه ودعا مثل ما دعا على الصفا، ثم ينحدر إلى الصفا ويمشي إلى أن يصل إلى بطن الوادي، فيسرع حتى يصل الطرف الثاني من الوادي، ثم يمشي بقيته إلى أن يصعد إلى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. فمعنى هذا أنه يذهب ثلاث مرات ونصف، هذا هو السعي. وبعض الإخوة يسعى 14 شوطا، فيظن أنه من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط واحد، بينما هو شوطان. سبب مشروعية السعي هي قصة وهي قصة أمنا هاجر رضي الله عنها ورحمها، لما أن إبراهيم جاء بها وابنها إسماعيل فوضعها في هذا المكان، ووضع عندها قربة ماء وكيسا من التمر، ثم غادر. فتابعتها هاجر وقالت لمن تتركنا، فلا يرد عليها. وكررت عليه ذلك فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعونا، ورجعت عند ولدها وصارت ترضع وتشرب من هذه القربة وتأكل من ما معهم من التمر حتى نفد، وبقوا أياما وهم لا يجدون ماء ولا طعاما. فجف ثديها وصار إسماعيل يبكي بكاء شديدا فلا تتحمل مشاهدته، فصارت تستشرف الناس هل أحد قدم من جهة الوادي من هنا أو من هنا، فتذهب إلى الصفا وترقى عليه وتنظر يمينا وشمالا فلا ترى أحد، ثم تنزل، فإذا نزلت للوادي وهو مكان منخفض لا ترى أحد تسرع وتجري، ثم إذا رقت صارت تمشي وتتلفت إلى أن تصل للمروة، وإذا وصلت للمروة نظرت من يمين وشمال فلا ترى أحدا، ثم تعود لعل أحدا جاء مع الجهة الأخرى، وتعمل هذا وكررته سبعا. وفي السابعة لما كانت على المروة سمعت صوتا،
فإذا هو صوت جبريل عليه السلام، وإذا به يحفر بعقبه أو بجناحه عن زمزم، فتأتي مسرعة وترى الماء ينبع من عند إسماعيل ومن جواره، ومن شدة فرحها بالماء وخشيتها أن يذهب مع الرمل بدأت تجمعه بيديها وتقول له زم زم، يعني اجتمع لا تنتشر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن رحم الله أم إسماعيل لو تركته يسيح لكان عينا معينا. فزمزم يصل إلى نقطة معينة ثم لا يرتفع. ثم جاءت الطيور تشرب من الماء وتصيد منها وتأكل هي وولدها، إلى ما جاء في آخر القصة. هذا هو الأصل في هذه المسألة. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة، جعل عبادة الإسراع في السعي في هذا الوادي سنة في حق الرجال دون النساء، لأنه في شريعتنا المرأة مطلوب منها الستر وأن لا يراها الرجال، ولا يرى الرجال شيئا من زينتها. فإذا أنها أسرعت انكشف ساقها، أو بان شيء من عجزها، أو انكشف شيء من شعرها، وتعرضت للفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وجعلها سنة في حق الرجال دون النساء، وجعل المرأة تمشي مشيا معتادا في المسعى، وكذلك في الرمل في المطاف. ورد عند مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعدما ذكر الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه إلى آخر الحديث. هذا هو عمل الإنسان من حيث السعي. إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في المروة فيكون قد أتم عبادة السعي. السعي لا تشترط له الطهارة، فلو أن إنسانا سعى بين الصفا والمروة وهو محدث لا حرج عليه، ولو أن امرأة طافت وهي طاهرة ثم جاءتها الدورة بعد انتهائها من طواف العمرة فلها أن تسعى وعليها الدورة وسعيها صحيح. ولو أن إنسانا أحدث أثناء السعي وخرج منه الريح فلا حرج عليه، بخلاف الطواف، فإنه في الطواف لا يصح طوافه حتى يطهر. فلو أنه أحدث أثناء الطواف يخرج من الطواف ويتوضأ ويعود ويكمل، إن كان الفاصل يسيرا وإن كان الفاصل طويلا أعاد الطواف من أوله.
كذلك لو أن الإنسان انكشفت عورته أو شيء منها أثناء السعي فلا حرج. نعم لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، لكن لو وقع منه ذلك كما هو مشاهد من بعض الناس أنه تنكشف سرته أو ركبته، فهذا سعيه يعتبر صحيحا ولا حرج عليه إن شاء الله. إذا انتهى الإنسان من السعي، فإذا كان متمتعا أو كان معتمرا فإنه يحلق شعر رأسه، والحلق هو الذي يكون أخذ للشعر من أصولها بالموس وما يشابهه. وإن أراد أن يقصر فله التقصير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. وأما إذا كان الإنسان في مثل أيامنا هذه قرب الحج فالأولى للإنسان أن يقصر شعره في العمرة ويؤخر الحلقة إلى الحج. وأما إذا كان الفاصل طويلا كمن جاء في أوائل شهر القعدة أو في شوال فإنه يحلق شعر رأسه، أو كان الإنسان معتمرا في غير أيام الحج، أو من لا يريد الحج فإن الأفضل هو الحلق. والتقصير يكون مثل الحلق بأن يعمم الإنسان شعر رأسه. وما يلجأ إليه كثير من إخواننا الذين يأخذون شعيرات قليلة من ناحية من الشعر فإن هذا خلاف السنة، وإن أجزأ على قول لبعض أهل العلم، لكن الأحوط للإنسان أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعر. ولا يجزئ حلق أو تقصير غير شعر الرأس، فلو أن إنسانا بدلا من أن يحلق شعر رأسه جز شاربه أو حلق لحيته فهذا لا يعتبر ولا يعتد به ولا يسمى تحللا، وإنما هذا فعل محرمات، أخذ من شعره قبل أن يتحلل، وأيضا حلق لحيته وحلقها محرم في كل وقت. فالمعتبر في التحلل هو حلق شعر الرأس أو تقصير شعر الرأس، وأما شعر غير الرأس فلا يعتد به في النسك. الإنسان المعتمر إذا حلق شعره أو قصره يكون قد أتم عمرته وانتهى إحرامه وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، وهذا ما يعمله المتمتع كحال أكثركم. فالمتمتع يعتبر في هذه الأيام بعد حلقه لشعر رأسه له أن يجامع زوجته وله أن يتطيب وله أن يعمل الأمور المشروعة للإنسان غير المحرم كلها. الإنسان إذا كان محرما بالقران أو كان مفردا بالحج فإنه في الطواف يعتبر طوافه نافلة ويسمى طواف القدوم، وسعيه إن شاء أن يأتي به بعد هذا الطواف طواف القدوم يأتي به
وهو أولى، وإن أراد أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك، وليس له أن يأخذ من شعر رأسه شيئا ويبقى بإحرامه إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد. وعلى هذا فالإنسان القارن أو الإنسان المفرد يبقى بإحرامه طيلة هذه الأيام، والأفضل له أن يتحول إلى متمتع إلا إذا كان قد ساق الهدي. وسوق الهدي هو أن الإنسان يرسل غنما أو إبلا إلى مكة يأتي بها من خارج مكة لتذبح يوم العيد، وهذا غير هدي التمتع والقران، هذا هدي تطوع. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ومن أجل هذا لم يتحلل مع الصحابة، وإنما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فالأفضل للإنسان الذي جاء مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ويصير متمتعا، فبعدما يسعى يحلق شعر رأسه بنية التحلل ويصير بهذا حلالا، يخلع الإحرام ويلبس ملابسه. قال: والمرأة كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي، إلا أنها لا ترمل في الطواف ولا تركض في السعي، لأن النساء مطلوب منهن التستر، وفي السعي الشديد تعريض لهن للتكشف. ربما يسأل بعضكم يقول: الآن تغير، صار الطواف في عدة أماكن وأدوار أربعة، فهل الحكم واحد؟ نقول: الطواف أفضل ما يكون عندما يكون الإنسان قريبا للكعبة، ثم ما يليه، ثم ما يليه. وأما صحة الطواف فيصح الطواف في جميع الأدوار، في الدور الأرضي والدور الأول وفي السطح، والإنسان يلتزم بالعدد ونقطة البداية والنهاية، وهو محاذاته للحجر الأسود في البداية والنهاية. وطوافه صحيح في كل هذه الأماكن. كذلك السعي، السعي وإنما يكون بين الصفا والمروة، سواء كان في الدور الأرضي أو في الذي فوقه أو في التي فوقه من الأدوار، فكلها السعي فيها صحيح ومجزئ، لأن الهواء له حكم القرار. ربما يسأل بعضكم يقول: المسعى هل لابد أن يرقى الإنسان الصفا والمروة؟ نقول: إذا وصل إلى نهاية العمود الحاجز بين خط الذهاب والعودة أجزأه ذلك، ولو لم يصعد على الصفا أو المروة، لأن هذا العمود موضع إلا كحد للفصل عند بداية الصفا أو بداية المروة، فهو آخذ جزءا منها، فإذا انحرفت وعدت من عنده فلا حرج عليك.
لعلنا نقف عند هذه المسألة لنتيح الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.